أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازيغت. في الحلقة هذه زي ما عودناكم انطلاقنا دائما يكون جبل نفوسا. طبعا إيزوران نتمازيغت هو جذور الأمازيغية اللي ما جاش معنا في الحلقات اللي فاتت. انطلاقا كما عودناكم من جبل نفوسا، نأتي بجذر ثنائي هذه المرة، وهذا الجذر له ثلاث معاني متفرقة، يعني يشتركهما في اللفظ بمعنى الحرفين هادو، ولكن يختلفوا في المعنى اختلاف تام، وهذا قلناه موجود في اللغات الأفرو أسيوية يعني بقلة أو كثرة حسب اللغة. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إغال هذا الجذر في القدم. الجذر هو ياغ يال غا لا غل، اللي يعني مثلا أغيل الكتف الذراع القوة العانة إلى آخره المصارعة، وقد يعني كذلك الشكل الحلزوني تغللت إلى آخره القوقعة الصدفة حتى الصحن نوع من الصحون إلى آخره. ولكن اللي همنا اليوم اللي هو غل موضوع الحلقة هذه بمعنى اللي يدور حول معنى التخمين، الظن، الشك، بل حتى الوهم، الرؤية، التمعن، المعاني هذه كلها. إذن خلونا نتقدم شوية في هذا المعنى وننظر إلى التنوعات الأمازيغية الأخرى من غير نفوسة. فنبدأ مثلا بأموها، احنا ديما نبدأ بأمازيغ الجنوب وننتقل إلى أمازيغ الشمال، لأن عندهم حقيقة مخزون أفضل، واللغة لم تتلوث كثيرا كما التنوعات الأخرى. فمثلا نشوفوا عند إغال بمعنى خمن، نجدها عند أزواد، أزواغ، الهجار، ومنها مثلا نجد الفعل سيغال بمعنى اجعله يخمن، خليه يفكر، ومنها مش يفكر، يخمن، يظن، يخمن، تختلف قليلا عن المعنى التفكير اللي هي أسمكتي وأسميتي والآخر. ومنها تغيلين بمعنى التخمين في الشيء. وطيب خلينا ننتقل لمناطق أخرى لفحص مع نفس المعنى. فمجد مثلا في مزاب وورقلة أنها تحمل نفس المعنى اللي هو المعنى النفوسي، وزيادة حنتكلم عليها بعد شوي. ونجده في تمازيغ الأطلس المتوسط غال بنفس المعنى، وفي تشلحيت غال أيضا بنفس المعنى، وفي تاريفيت مثلا نجد بنطقين غار وغال، وهي بمعنى ظن، افضرض، وتاريفيت حنرجع لها بعد شوية في معاني أخرى أكثر تعمقا. في تقبيليت غيل بتشديد اللام خمن حدث، وغيل في تشاويت تعني نفس الشيء عند نفوسة الحدث والتخمين وأظن. إذن الفعل يدور في نفس أو حول نفس المعنى في كل التنوعات الأمازيغية، ولكن خلونا نتغمق شوية في تطورات هذا المعنى، وهي كثيرة حقيقة واشتقاقاتها عديدة لكن تدور نفسها في نفس المعنى. نجد مثلا تغيلين الشك في الطهارة، مثلا في حالة الوضوء تغيلين لما يكون إنسان شاك أنه نقض وضوءها أم لا. ومنها أيضا تغيليتين الظن السيء، تغيليتين عندك. وفيها مثلا نقول مثلا في مزاب أغلال عموما، أظن حتى ورقلة نفس الشيء، إسغيل بمعنى أساء الظن، إسغيل في الناس أساء الظن به. نجد مثلا غدام استضيف معنى لطيف وهو القلق، بمعنى لأن القلق غالبا مشوب بأوهام وشكوك في شيء، فيقولون مثلا شخص مشغول البال والقلق يغلل. عودة على إموهاغ، نجد مثلا معنى سوء الظن كذلك عندهم، ويؤدي هذا السوء الظن إلى الكلام الفاحش أو البشع من القول. تيغلت هو الكلام الفاحش البذيء. يعني مش قلنا غدامز قبل شوية أخذت معنى القلق، لأن نحس أن كلامي على أمازيغ الجنوب ربما يحتاج إلى شرح أكثر. تغيلت
بمعنى الكلام الفاحش. زي ما قلنا سوء الظن في الذهن، ولكن سوء الظن في الكلام هو إطلاق الكلام الفاحش، فلهذا أظن هي أتت من نفس الجذر. مش قلنا غدامس، زي ما قلنا فيها غدامس أخذت معنى القلق، نجدها مثلا في كل أير وأزواء، كذلك الاهتمام بشدة بالشيء بحيث إلى درجة أنه يقلقنا، فالاهتمام به تمغلى لما تسأل على حد على حاجة شنو هو اللي يقلق فيك، تمغلنك وتجمع على تمغلوين. وشدة الاهتمام كذلك تذكرنا بفعل أيضا آخر عند أمازيغ الجنوب، ماغلات، بمعنى فتش باهتمام، اللي نقوله احنا بربش. والموضوع كذلك يستحق العناية، يعني أي موضوع يستحق العناية والتفكير يقال له تمغلتين، أي يستحق التخمين. يعني مثلا، وهذا تشوفوا توامشينا من أمازيغ الجنوب نرجع للريف مثلا، الكلمة الريفية تمغلي، التفحص، تمعن الشيء، تمغلي. وفي تريفية نفسها نجد عندنا الفعل المعروف اللي هو سبقل، الغاء قلبت، الغين قلبت قاف، هنا أي تفحص وانظر بتمعن، سبقل وخمن في ماهية الشيء. شوفوا كلها ترجع لنفس المعنى. مثلا نقول كذلك كفعل، حتى في نفسها موجودة، يتغلايد، بمعنى تبين لي، وربما يوضع مقابل كلمة ربما في الأعمار، يعني تخيل لي أنه. ونجد مثلا من الكلمات الحديثة أو المستحدثة، ونجدها في، لا أنا شك في أني وجدتها في كتاب من كتب الفقه، ولكن تمغلي بمعنى الفرضية أو النظرية، تمغليوين النظريات. وكذلك الرؤية اللي هي تمغلي، اللي هي سمقل، كما قال الرؤية. ومنها كذلك المفردة متاعها تمغليت، الملحوظة مثلا في الكتاب، مثلا عندك ملحوظة على شيء معين أو إنسان كثير الملاحظة وإلى آخره. نجد مثلا، وربما نختم بكلمة أخرى اللي هي إيسوغال، بمعنى الوهم. إذن زي ما ذكرنا غل كجذر يظن كله. شوف مشينا من النظرية والفرضية، من الظن، لأن النظرية والفرضية هي عبارة عن ظن، ما زال لم تصل توردة، بمعنى اليقين، توردة اليقين، وهذا تحتاج إلى حلقة بروحها. إذن في الحلقة هذه حاولنا باختصار وبإسهاب وليس بإسهاب شديد أن احنا نتكلم عليه، غل بمعنى الظن، الوهم، الشك، وصلتنا إلى الرؤية والنظر بتمعن وكذا، حتى أوصلتنا إلى معنى الوهم اللي هي إيسوغال. إذن غل تدور كما ذكرنا في بداية الحلقة على هذا المعنى، بمعنى الظن، الشك، الوهم، الرؤية إلى آخره. تنمر تنون إلى حلقة أخرى إن شاء الله، ولعلها تكون على توردة، بمعنى اليقين اللي هي نقيض الشك، مع أن اليقين والظن في اللغة العربية الفصحى على ما يبدو أن لهما مصدر واحد، مجر واحد، مصدر واحد بمعنى اليقين. على أي حال هي مش موضوعنا، موضوعنا زي ما قلنا غل بمعنى ظن. تنمر تنون إلى حلقة أخرى إن شاء الله.